السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم متابعينا الكرام. جئنا لكم من جديد بعرض جديد ومميز جدا في مدينة يلوى، عبارة عن فيلا للبيع، فيلا مستقلة للبيع مثل ما أنتم شايفين على هذه الإطلالة الجميلة. ما شاء الله تبارك الله على دائر مدار، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، خضار وطبيعة، يعني صراحة إطلالة جميلة جميلة ومميزة جدا. طبعا الفيلا تتكون من 9 غرف وستة دورات مياه أعزكم الله، وصالة وبلكونتين، البلكونتين هذا ممكن نقدر نقولها تراسين، وسطح كبير جدا. الآن نروح هذه الفيلا أمامنا، نروح نشوف الفيلا مع بعض، تعالوا معنا. الله يحييكم. طبعا هنا عندنا موقف سيارات مغلقة تكفي لسيارة واحدة خاصة للفيلا. تعالوا معنا نشوف الفيلا. أول ما ندخل الفيلا هنا على يدنا اليمين مسوين مزرعة، لسه الفيلا جديدة. هنا عندنا شجرة توت، عندنا أشجار ثانية، أشجار فواكه. المنطقة هذه احنا ممكن نقدر نحط فيها اللهم صل على محمد مسبح نقدر نسوي هنا، لكن أنا أفضل أنها مزرعة تكون أفضل، الواحد يستفيد من الفواكه. طبعا عندنا حديقة خلفية كذلك، برضو صاحب الفيلا ما شاء الله تبارك الله مهتم بالزراعة مثل ما انتم شايفين خلف الفيلا كذلك. تفضلوا معنا شوفوا، ممكن داير مدار الفيلا زارعين فواكه وكذلك خضروات. ومن هنا ندخل على الفيلا، مثل ما انتم شايفين جميع النوافذ مزودة بأباجورة وكذلك الناموسية راكبة جاهزة. تعالوا تفضلوا معنا نشوف الفيلا مع بعض. طبعا هذا المدخل احنا حاطينه عشان الغبار، ولهذا لا ندخل الفيلا. اول ما ندخل عندنا هذا المدخل واسع ممتاز، مساحة ممتازة جدا. هنا على يدنا اليسار غرفة اولى، تعالوا معنا نشوف الغرفة هذه مع بعض. طبعا مثل ما ذكرت لكم جميع الابواب والشبابيك مزودة بالاباجورة. طبعا هذا النظام جدا ممتاز وامن افضل من الالكتروني، لان الالكتروني بيخرب الموتور كثير، وهذا ما لاحظناه. عندنا هنا دورة مياه مثل ما انتم شايفين مع بايو خاص الدور الأرضي الأول عفوا. نخرج من دورة المياه ندخل الصالة، ما شاء الله تبارك الله مساحة الصالة مساحة كبيرة جدا مثل ما انتم شايفين، يعني أنا أقول ممكن 12 × 5.5 أو 6، ما شاء الله مساحة كبيرة جدا. وعندنا هنا مخرج البلكونة، هذه أنا صراحة أسميها التراس، يعني مساحة كبيرة جدا. وشوفوا الإطلالة الجميلة ما شاء الله تبارك الله. وأعزائنا المشاهدين لو ملاحظين الهدوء كيف في هذه المنطقة، المنطقة هذه تتميز بهدوءها، منطقة سملي معروفة طبيعة وهدوء وقريبة من سنتر المدينة. طبعا المنطقة هذه احنا مثل ما ذكرنا لكم نستغلها كمزرعة او نسوي فيها مسبح. الان تعالوا معنا نكمل باقي تفاصيل الفيلا. طبعا هنا عندنا مصعد، بالنسبة للمصعد هذا بينزل جميع الادوار، والمصعد يكفي 3 اشخاص مثل ما انتم شايفين. عندنا هنا الصفر اللي هو بدروم، واحد اثنين ثلاثة، يعني يطلع ل3 أدوار بالكامل. خلينا نروح نشوف باقي تفاصيل الشقة، وآخر شيء ننزل للبدروم. طبعا عندنا هنا غرفة ممكن نخليها غرفة معيشة في هذه المنطقة، وعندنا هنا فاتحين شباك من المطبخ. من هنا الآن نتوجه للمطبخ، هذا المطبخ صراحة مساحة المطبخ مساحة ممتازة جدا، وجودة الدواليب جودة عالية، خشب من نوع فاخر. طبعا جميع الأبواب مزودة
هيدروليك، وكذلك عندنا الجهاز الكومبين راكب وجاهز. الآن تعالوا معنا نتوجه للدور العلوي. طبعا هذا الدور الثاني، أول ما نطلع هنا عليه عندنا النساء غرفة مساحتها ممتازة جدا، وهذه غرفة نوم. طبعا السرير بيجي هنا، وهنا مكان الأفيش احنا نسميه مكان الشواحن، ومهم جدا هذه الإطلالة الجميلة من هذه الغرفة. وكذلك مثل ما انتم شايفين عندنا نظام عزل الضوء أو الرجولة. أول ما نطلع من هذه الغرفة من عليه في اليسار غرفة ماستر. طبعا في هذه في كذا غرفة ماستر، عندنا هذه إطلالة جميلة جدا من هنا، لكن الإطلالة الأجمل من البلكونة. هاكم صور لكم آخر شيء، شوفوا الإطلالة الجميلة. عندنا هنا دورة مياه خاصة لهذه الغرفة، عندنا هنا الدش، ممكن نسوي الكابينة هنا، مساحة معقولة معقولة. نشوف باقي التفاصيل. طبعا هذا المصعد هنا، عندنا هذه دورة مياه تختم الدور بالكامل، دورة مياه رئيسية. والآن تعالوا معنا نشوف الغرفة هذه. طبعا الغرفة هذه هي أصلا غرفة نوم الرئيسية. الدولاب يجي هناك، هنا عفوا مكان السرير هنا. تعالوا معنا نشوف البلكونة هذه والتراس هذا. طبعا التراس هذا مسكر بالجام بلكون بالكامل. طبعا الجام هذا بيتفتح بهاي الشكل ويتفتح بالكامل، بيتفتح بالكامل. طبعا هذه كلها تتفتح كامل. احنا مغطين عشان اصحاب الفيلا مغطينها عشان يستفيدوا في الشتاء، حتى في الشتاء تقدرون تستمتعون بالاطلاله والمناظر الجميله هذه. وعندنا دفايات مزوده مثل ما انتم شايفين، نقدر ندفي المكان ونستمتع على الاطلاله الجميله ايام الصيف. نفتح الجام هذا بالكامل ونستمتع بهذه الاطلاله والمناظر الجميله. هنا عندنا مثل ما انتم شايفين الدواليب كلها راكبه وجاهزه، فقط نشتري السرير. عندنا هنا مكان الغساله، هنا عندنا دوره مياه خاصه لماستر روم، عندنا بانو وكذلك الكوليزيت. دوره مياه مزوده بالشطاف بالشطاف، وكذلك الشطاف الشطاف موجود مثل ما تلاحظين. عادة المفروض أن لو مالك الفيلا ممكن أسوي جدار من هنا ويصير أعزل هذا المكان عن غرفة النوم، يصير أجمل وكذلك ويصير منظم أكثر. الآن تعالوا معنا نشوف الغرفة الأخيرة في هذا الدور. هذه الغرفة مساحتها ممتازة جدا، هذه غرفة المعيشة، مكان توصيلات التلفزيون والكهرباء موجود هنا مثل ما انتم شايفين. التمديدات حق الانترنت ممكن نقدر نركب المودم هنا في هذه الغرفة. الإطلالة مثل ما انتم شايفين إطلالة جميلة جدا، لها إطلالة جزئية على البحر، كذلك مزودة بنظام الرجولة زي أي غرفة ثانية. الآن تعالوا معنا ونطلع الدور العلوي. الآن احنا وصلنا الدور الثاني، أعلى دور في هذه الفيلا. طبعا عندنا هنا مطبخ إكسبرس، ممكن احنا نسميه ركن القهوة ممكن. طبعا ما في مكان للطباخ عشان نقدر نحط ماكينة القهوة. هنا عندنا مغسلة، دولاب راقي وصغير يعني ظريف. عندنا هنا دورة مياه رئيسية تخدم هذا الدور بالكامل. طبعا نفس المساحة اللي بالدور الثاني والدور الأرضي كذلك. تعالوا معنا نشوف الغرفة هذه. هذه الغرفة مساحتها معقولة، 4×4 جاية على شكل مربع، مساحة ممتازة معقولة. عندنا هنا مخرج على التراس،
مخرج على التراس شوفون. الآن تعالوا معنا نشوف التفاصيل. طبعا التراس السطح المطلع آخر شيء عندنا هنا كذلك الغرفة أصغر من الثانية نوعا ما تقريبا هذه 4×3.5. عندنا هنا مخزن أو مستودع صغير ممكن نحط فيه الحاجات الإضافية، مساحتها معقولة كمخزن يعني الحاجات الإضافية. وكذلك عندنا هنا مخرج على التراس. الآن تعالوا معنا نطلع نشوف أجمل ما في الفيلا هذه، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني تخيلوا الجلسة في هذا المكان ما شاء الله تبارك الله، بس أن المكان ناقصها مظلة وكراسي، وصراحة إطلالة جميلة جميلة والله، شيء يعني من الآخر سبحان الله سبحان الخالق ما شاء الله تبارك الله. طبعا الموقع مثل ما ذكرنا لكم أفضل أحياء يلوى، في موقع سمنلي قريب من سنتر مدينة، تبعد عن سنتر مدينة مسافة 15 دقيقة بالسيارة. موقع تتميز بهدوءها بمشاريع بالفلل الراقية في هذا الموقع، وأحسن ما فيها أجواءها وإطلالتها الجميلة المميزة. فتعالوا معنا الآن نروح نشوف البدروم، نستكشف ايش في البدروم. تعالوا الان متوجهين للبدروم، تعالوا معنا نشوف البدروم مع بعض. مساحه الدرج مساحه ستاندرد، نفس الدرج الباقي للبنايات، مساحتها ممتازه جدا ومريحه. طبعا هذا البدروم مثل ما ذكرنا لكم المصعد بيخدم الادوار كلها. عندنا هنا دوره مياه زي كل الادوار، عندنا دورة مياه هنا في كلوزيت ومروش، مساحتها نفس المساحة باقي الشباك. طبعا عندنا هنا غرفة مساحتها معقولة 4×4، مساحة ممتازة جدا. المكان هذا احنا نقدر نسوي مكان العمل او نقدر نستفيد منه بأي شكل من الأشكال، ممكن نخليه جلسات مثلا إذا جو ناس ضيوف كثار نقدر نستضيفهم في هذا المكان. وعندنا هنا مكان هو صح الفيلا، الفيلا الآن نستخدمها كمستودع، لكن إحنا ممكن نخلي نسوي جدار ونستغل المنطقة هذه كغرفة. أما بالنسبة للمساحة هذه مثل ما أنتم شايفين المساحة هذه كلها السيارات. إن شاء الله العرض يكون نال على إعجابكم، ولا تبخلوا باللايك واشتركوا بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد في تركيا. إلى لقاء قريب بعرض جديد ومميز بإذن الله تعالى. أستودعكم الله جميعا وانتم في أمان الله ورعايته.